بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة تيبل تنس مع الكابتن رضا سيبي. النهاردة هنجاوب على سؤالين. السؤال الأولاني، واحد بعت لي قال لي أنا سني كبير جدا وعايز ألعب بينج بونج، ينفع ألعب ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع تلعب، أي حد عنده لو 70 80 سنة يلعب شيء يبقى أنت مقتنع بيه وحبه، وبتفرغ طاقتك وبتفرغ ذهنك شوية والطاقة السلبية تطلع منك شوية، الكلام ده كله هيفرق معاك. لكن هو مش مرتبط بالسن، عندك 30 40 50 60 70 80، ايا كان سنك العب وانبسط وشوف ناس برضو تخش في وسطيهم وتلعب، علشان طول ما انت تلعب لوحدك مش هتحس بمتعة، ولو بتتمرن برضو مش هتحس بمتعة، لازم تتمرن وتلعب ماتشات. اي حد عايز يحس بالمتعة بيلعب ماتشات، بس اهم حاجة ما تاخدش الموضوع على صدرك قوي علشان خاطر ما يبقاش لود، بدل ما هو ترفيه او مثلا شيء كويس يفيدك، يعني لا هيبقى يضرك كده، لا احنا عايزين نستفاد بدون ان نشدد اعصاب والكلام ده كله. السؤال التاني اللي احنا هنجاوب عليه، واحد بيقول لي انا عندي مشكلة في كونتر الباك هاند. طبعا احنا اتكلمنا ان كونتر الباك هاند انا باخد وضع رجل الصح، اللي هو لو انا ايمن رجلي اليمين تبقى ورا السنة عن الشمال، وبتني ركبي حاجة بسيطة وانزل بصدري ودراعي دوت كاني موازل دوت اهوت، ويثبت والعب بالباك هاند كاني زاوية المضرب فتحت شوية وبعدين امشي اقفل. الحركة جاية من كوعي ورست ايدي، حاجة بسيطة خالص عشان اقفل، خلاص اهو كوعي بيتحرك والكلام ده كله. طبعا لما بعملها كتير كده على الهوا، طبعا بص رجلي وبص جسمي من هنا لقدام، ما انت ممكن تكون بتعمل مثلا كده، ممكن تكون بتعمل كده، لا هو كأن المضرب مشي من قدام صدري لقدام وفنش هنا، ما راحش كده بره ولا كوعي خرج لبره، خلاص لقدامي كده اهو، شايف ازاي؟ احاول على قد ما اقدر ان المضرب يكون اعلى من الكوع شويه، او في سواه لو انا مش قادر، ان لكن ما يبقاش كده، هو كده خلاص. وادي من الجنب هنا اهو اهي، شايف ازاي؟ طبعا انت ممكن تعمل الكونتر دوت كتير قدام المرايه لغايه لما تحفظ الشكل، هتلاقي الموضوع بسيط وهتتعود عليه وهتعتاد عليه، وهيبقى ما فيهوش اي مشكله خالص غير التايم اللي هو بينك وبين الضربه، لان ممكن برضو يكون في مشكله في التايم، لو مش المشكله في الشكل ممكن تكون في التايم او القوه اللي انت بتضرب بيها. فانت حاول تركز على الشكل رقم واحد، القوة المناسبة اللي هتعدي الكرة، التايم، وده من اهم حاجة ان التايم هو لعبة البينج بونج في كل حاجة، التايم هو اساس اللمسة وامتى هضرب الكرة والكلام ده كله. لو اشتغلت على دول على ما اظن ان شاء الله هيبقى مفيش مشكلة في الباك هاند بتاعك او اي حد يعني. السؤال طبعا اجابته للكل، واتمنى ان انا اكون بفكه ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.